ينضم إلينا من برلين لمتابعة أكثر حول هذا الملف الدكتور رضوان قاسم، الكاتب والباحث في الشؤون الدولية. دكتور رضوان، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية اليوم عندما نتحدث عن هذا الحراك الدبلوماسي والحديث أيضا الذي دار وهذه المكالمة الهاتفية ما بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل إيصال المساعدات الإنسانية. هل من المتوقع لهذه الجهود وهذه هذا الحراك الدبلوماسي من أن يفلح في إيصال المساعدات المتكدسة على معبر رفح في الدخول إلى أبناء قطاع غزة؟ اسمحي لي أن أحييك وأحيي مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني للأسف الشديد أن محمود عباس وكمن يفسر الماء بالماء، يعني هو يتجه إلى الذين يقفون إلى جانب إسرائيل نهارا جهارا ويقولون نحن إلى جانب إسرائيل ونقدم المساعدات المطلقة لإسرائيل دون حتى الخجل والوجل من الأطفال التي تقطع وتخرج أشلاء من تحت الأنقاض في غزة. يعني ماذا يعني يأمل محمود عباس من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الغربية التي تقدم كل ما أوتيت من قوة إلى إسرائيل لضرب وقتل ويعني ارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة؟ هل من أمل يرجى من هذه الولايات المتحدة الأمريكية ومن هذه الدول الغربية التي تهافتت بأساطيل حتى ذهبت بحاملات الطائرات وترسل حاملات طائرات أخرى وبريطانيا مثلها وكل الدول الأوروبية ذاهبة إلى إسرائيل لتقف إلى جانبها فيما الشعب الفلسطيني يقتل ويضرب بالقنابل العنصرية؟ يعني دكتور، أنت لا تتوقع بأن الجهود الدبلوماسية قد تفلح، أو على الأقل كما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يعمل من أجل إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني؟ أبدا بالعكس، هم الذين أعطوا الضوء الأخضر لنتنياهو يفعل ما يفعل ويقتل بالمدنيين ويشردهم ويريد إخراج أكثر من 2 مليون فلسطيني من قطاع غزة. هم هؤلاء بوقوفهم إلى جانب نتنياهو وإلى جانب إسرائيل جو بايدن وكل الدول الغربية، يعني هل يتوقع من القاتل ان ينقذ القتيل؟ هذا امر يعني مستحيل. حتى لو هاتت هذه المساعدات على اي طريق وعن اي معبر ستمر هذه المساعدات واقفل طريق معبر رفح بالصواريخ الإسرائيلية، وأيضا في الأردن أقفلت الطرقات بالتهديدات الإسرائيلية، يعني بماذا كيف ستصل هذه المساعدات؟ هذه من ناحية. من ناحية أخرى، لماذا يرسلون مساعدات قبل المساعدات يوقفوا القصف والدمار والقتل الذي تمعن فيه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني؟ يعني هنا يعني يظهر سؤال دكتور رضوان، يعني الازدواجية في المواقف بالنسبة للولايات المتحدة ما بين رفض بحسب وجهة نظر الأمريكية الاعتداء على أوكرانيا وبالتالي الوقوف إلى جانبها، وبالمقابل هي لا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 70 سنة من الاحتلال الإسرائيلي. أنا حقيقة لا أجد ازدواجية في هذا الموضوع أبدا، لأن ما تفعله كانت النازية تفعله إسرائيل اليوم، وما يفعله زيلينسكي في أوكرانيا هو نفسه كانت تفعله النازية، ورأيناهم يصفقون للنازي الذي كان في البرلمان الكندي. هذه الموسوعة من المجموعة الدولية التي تسعى اليوم أو تسعى مع الولايات المتحدة الأمريكية لضرب كل قوة تريد الخروج من تحت الطاعة الأمريكية، أضف إلى أن الدول التي اليوم تقف إلى جانب إسرائيل هذا أمر طبيعي جدا، لأننا لو بحثت فيها حقيقة هم يعيشون العقدة التاريخية وأنهم يريدون التعويض لإسرائيل، هم ما زالوا يعيشون هذه العقدة تجاه اليهود في العالم، أكانت ألمانيا، أكانت إيطاليا، وأكانت بريطانيا، بريطانيا هي من أوجدت هذا الكيان، الولايات المتحدة الأمريكية هي دائما إلى جانب الإسرائيلي تجاه كل القضايا التي تقف ضدها أو يعني لم تقف يوما مع القضية العربية ومع القضية الفلسطينية وحتى ولا أي قضية في العالم إذا كانت تمس إسرائيل، حتى أن المحاكم الدولية عندما كانت تريد إدانة إسرائيل تقف الولايات المتحدة الأمريكية وترفع
الفيتو بحق أي قرار يؤخذ من مجلس الأمن ضد إسرائيل. وكذلك في أوكرانيا هم يقفون مع النازية الجديدة ضد روسيا، هم لا يريدون الديمقراطية ولا الحرية ولا حرية التعبير ولا حقوق الإنسان، كل هذه الشعارات سقطت اليوم. أدنى المسؤولية الموجودة في العالم لم نجدها فيهم في موضوع غزة. يعني ما ذنب هذه الأطفال، ما ذنب هذه النساء، حتى لو أن كانت حماس قامت بعملية عسكرية، ما ذنب هذه الأطفال الرضع أن يشلأوا ويقطعوا بهذه الطريقة ويخرجوا أشلاء وتدمر المنازل وتدمر البيوت، حتى المستشفيات يا سيدة الكريمة يهددوها بالتدمير، حتى سيارات الإسعاف تضرب ويقتل المنقذون الذين. وهذا انتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية دكتور. نعم، هذا ما أتحدث عنه، أن سقطت كل الشعارات وهذه الأكاذيب التي كانت ترفع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عن حقوق الإنسان وعن الشرع الدولية وعن القوانين الدولية وإلى ما هنالك، حتى في مفهوم الحيوان، يعني أجلكم الله، لا يمكن أن نجد بهذه البشاعة الإجرام الذي يرتكب بحق الشعب الفلسطيني. لا يعني ما يعني الحقيقة جرائم يندى لها الجبين. لم نسمع يوم صدر مسؤول غربي أدان هذه المواقف وأدان هذا الإجرام وهذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، إلا أنهم ذهبوا هرولوا وزحفوا زحفا نحو الكيان الإسرائيلي، نحو تل أبيب، ليقفوا إلى جانب نتنياهو. نعم. ويقولوا نحن معك ونقف إلى جانبك. ماذا ينتظر محمود عباس أو غير محمود عباس من الذي يتحدث عن الدولتين منذ أوسلو حتى اليوم؟ ماذا فعل في هذه الدولتين؟ الدولتين كانت نصف دولة، أصبحت ربع دولة، حتى أقل من الربع الدولة بالمستعمرات والاستيطان. نعم. والتهويد للمناطق. أي أوسلو تحدث عنه وأي يعني اعتماد على أمريكا؟ هل يعتمد يعني محمود عباس على نتنياهو؟ ما الفرق بين جو بايدن ونتنياهو؟ لا أجد فرقا إلا في الأسماء فقط. أما نعم. الهدف واحد دكتور، واحد الأشخاص واحد. يعني الجميع يعول على مواقف الموقف الدولي في الوقوف في وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي وجه دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن كما شاهدنا بأن المواقف كانت مؤيدة تماما، البعض تراجع عن مواقفه بتخفيف حدة اللهجة، وهذا ما لمسناه في يعني الموقف الفرنسي، ولكن اليوم يعني نحن بانتظار القمة الأوروبية التي ستعقد يوم الثلاثاء لبحث الصراع، هل من المتوقع أن يكون هناك موقف مختلف للاتحاد الأوروبي، خاصة يعني كما ذكرت التراجع، ولكن هل المواقف الأوروبية المتباينة قد لا تفضي إلى قرار فيما يتعلق بوقف الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة؟ أبدا أبدا أبدا. أولا هم يتراجعون ليس بسبب مواقفهم وصحيت ضمائرهم بلحظة ما، لا أبدا، هم يتراجعوا بسبب دماء الأطفال التي نزفت، بسبب هذه الأطفال وهذه النساء التي تقطع وتقتل تحت القذائف والصواريخ الإسرائيلية، لأنهم لم يعدوا يستطيعوا أن يغطوا أكاذيبهم ودجلهم وكذبهم على العالم وعلى شعوبهم، ولم يعد يستطيعوا حتى أصلا يعني السيطرة على شعوبهم عندما تخرج المظاهرات بدول يمنع فيها المظاهرات تأييدا للفلسطينيين مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا والعديد من الدول، ورغم ذلك تخرج المظاهرات بالآلاف تنديدا بالقتل الإسرائيلي وبهذا العدوان ووقوفا إلى جانب الشعب الفلسطيني. هذا مما يخافه هذه الحكومات الأوروبية، تخاف من هذه الشعوب. هم لم يعني يستيقظ ضميرهم ويقولوا هذا يجب أن يتغير، لا أبدا، هم لو باستطاعتهم أن يفنوا الشعب الفلسطيني في غزة لفنوه إلى جانب الكيان الصهيوني، إلا أنهم يخافون من محاسبة شعوبهم لهم، وخاصة أن الانتخابات في كل دول أوروبا على الأبواب، ونشهد المزيد والمزيد من التيارات اليمينية التي تريد إسقاط هذه الحكومات، فهم يخافون من هذه الشعوب أن تحاسبهم، لأنهم لم يعد يستطيعوا أن يكذبوا على شعوبهم. يعني سيدتي الكريمة،
عندما حتى جو بايدن، حتى الرئيس الأمريكي الذي يعتمد عليه على أنه هو سينقذ الشعب الأمريكي أو سيوقف هذه المهزلة وهذا الإجرام وهذا الحرب، يقول أنني أنا رأيت الأطفال تقطع رؤوسها من قبل حماس، يعني وكأنه هو كان في غزة ويشاهد هذا التقطيع. وإذ الإسرائيليون أنفسهم كذبوا هذا الخبر وأغلب الصحف وأغلب الإعلام كان هناك، وكان هناك صورة لأطفال غزة وتم نشرها على اعتبار بأنها لأطفال إسرائيليين من أجل التأثير على الرأي العام الأمريكي. ولكن دكتور، يعني عندما نتحدث بالعودة للولايات المتحدة وكما ذكرت وكنت أتحدث عنها، يعني إرسال أو الإعلان عن النية بإرسال حامل الطائرات ثانية وتقديم دعم لا محدود، هل هناك رسائل تريد من خلالها، من خلال هذا الإعلان، الولايات المتحدة أن إيصاله سواء كان لجانب الإسرائيلي أو حتى لجانب المقاومة الفلسطيني؟ لا نعم، أكيد بالتأكيد هذه أصل الرسائل متوجهة لأكثر من جهة، ليس فقط لجهة واحدة، ليس فقط لأن تقول لإسرائيل أن نحن معكم. يعني جو بايدن يريد أكثر من رسالة يوجهها بإرسال حاملة الطائرات، وبريطانيا مثلها والعديد من الدول التي ستسعى إلى إرسال مثل هذه القوات. هذه رسائل سياسية أكثر منها عملية. أولا الرسالة الأولى التي يريد أن يوجهها جو بايدن هو يريد كسب الأصوات اليهودية واللوبي الصهيوني واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات، ويقول أنا إلى جانب إسرائيل. هذه واحدة. الثانية يريد الخروج والهروب من الهزيمة التي تلقاها، الهزيمة النكراء التي تلقاها في أوكرانيا، يريد أن يلفت الأنظار إلى في مكان آخر حتى يتناسى العالم أوكرانيا ويقول نحن اليوم في غزة. ثالثا يريد التهديد بها لحزب الله ومحور المقاومة الذي يقف إلى جانب الفلسطينيين ويهدد به إيران. وجاء الرد مباشرة من أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وقال له أن حاملات هذه الطائرات هذه لا ترهبنا ولا تخيفنا. وكذلك الفصائل الفلسطينية قالوا أننا حتى عن ناطق باسم حركة حماس أبو عبيدة على ما أعتقد قال لنا لا نهاب هذه الحاملات الطائرات، وإن كانوا يريدون الدخول في هذه المعركة فليدخلوا فيها، وهم يعرفون تمام المعرفة إذا ما تدخلت أمريكا في هذه المعركة ستكون إشعال المنطقة بأكملها وسيكون نهاية إسرائيل. حتى اليوم الانتظار في دخول غزة هو بدأ الإسرائيلي يعيد حساباته، لأنه كان من المفروض المجلس العسكري الليلة أن يقرر بالدخول، لكن بدأ التراجع بهذا الكلام وبدأوا يحسبون حسابات الخوف من الشمال والخوف من جنوب لبنان أن تدخل المقاومة وحزب الله في هذه المعركة وتتسع رقعة الحرب. وهم دكتور أعلنوا، عندما أعلنوا عن استعدادهم أعلنوا عن استعدادهم فقط في الشمال، يعني كان قد صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بأنه على أتم الاستعداد واستعداد كامل في الشمال فقط. لا أبدا، إذا ما توسعت المعركة ستتوسع إلى كافة المنطقة والإقليم، بدءا من لبنان إلى سوريا إلى اليمن إلى العراق إلى كل المنطقة. لكن ما أريد قوله الأمريكي لا يستطيع أن يدخل في معركة على الأرض. سيدتي الكريمة، الإسرائيلي منذ اليوم الأول لهذه المعركة وهو يقصف بالطائرات إلى غزة وحتى الآن لا يستطيع دخولها. المعارك في الطائرات لا تحسم معركة، المعركة على الأرض، الحقيقة على الأرض. عندما الأمريكي يريد قصف أي مكان في العالم، حتى بال 2006 عودتنا إسرائيل قصفت كل لبنان ودمرت كل البنى التحتية في لبنان ولم تستطيع حسم المعركة إلا عندما دخلت في البر، وعندما دخلت بالبر هزمت، ورأينا مقبرة المركبة في وادي الحجاية. اليوم ذات الشيء يتكرر، الإسرائيلي لا يتعلم من ماضيه. لو قصف غزة وأبادها عن بكرة أبيها من فوق الأرض لا يستطيع أن يحسم المعركة إذا لم يدخل إلى الداخل، وإذا دخل إلى الداخل المقاومة يعني تنتظره، وهذا على لسان المقاومين. الأمريكي ذات الشيء، الأمريكي لا يستطيع إرسال جيوش إلى المنطقة لأنها كانت جيوشه في المنطقة وهربت يعني من خلال الأحداث الماضية. واليوم جو بايدن ذاهب إلى انتخابات، لا يمكن له أن يأتي إلى الأمريكيين
بتوابيت لجنوده ويقول لهم أنا كنت أدافع عن إسرائيل. الأمريكي لا يهمه إسرائيل اليوم، يهمه لقمة العيش. يقول له ماذا تفعل؟ يعني أهلكتنا في أوكرانيا، هل تريد إهلاكنا في الشرق الأوسط؟ هذا الأمر مستحيل أن يدخل الأمريكي في المعركة مباشرة. أنا أقول لك ممكن أن يساعد في الطائرات، في حرب الطائرات، ولكن هذا لن يفيد الإسرائيلي في شيء إذا لم يكن تدخلا بريا على الأرض. وهذا أمر أستبعده إلى يعني أبعد الاحتمالات لسبب بسيط. هل قادر إسرائيل الإسرائيلي والأمريكي على مواجهة الإقليم بأسره وكل الدول المحور؟ أكان من إيران، أكان من العراق، الحشد الشعبي، سوريا، حزب الله في لبنان، اليمن، كيف سيستطيع مواجهة هذه القوى كلها إذا دخلت في المعركة؟ اليوم هذه الأساطيل أو هذه البوارج البحرية التي تأتي إلى المنطقة ما هي إلا تهويل رسائل سياسية أكثر منها واقعية. وهو يعرف تمام المعرفة أن هذا اليوم البارجات البحرية وحاملات الطائرات لم تعد تنفع. ممكن أن طائرة مسيرة صغيرة تحمل بعض القنابل وتضرب المدارج لهذه حاملة الطائرات وينتهي الأمر. لهذا السبب الحرب اليوم اختلفت كليا عن الماضي. أيضا السباق السبراني، ونحن نعرف أن هنالك حروب سبرانية إلكترونية تدمر كل شيء بدون حتى تحريك أي صاروخ وأي آلية. وما حصل في غزة العملية العسكرية هذا خير دليل على أن الدخول الإلكتروني والحرب الإلكترونية قطعت عنهم كل المعلومات وقطعت كل الرادارات، حتى لم يعلموا بدخول القوات الفصائل الفلسطينية إلا بعد أن سيطروا على المواقع التي سيطروا عليها وعلى المستوطنات. لهذا الحروب اختلفت اليوم، ولا أعتقد الأمريكي أنه باستطاعته دخول هذه الحرب مجددا حتى لا يخسر أصواته في الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني دكتور، كما ذكرت اليوم شكل الحرب اختلف. اليوم لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصر على منع الكهرباء والماء والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية عن أبناء القطاع. إلى متى ستمارس هذه الضغوط على أبناء القطاع، أم أنها فعلا هي ماضية في جعلهم يموتون من لربما كما ذكرت التقارير منظمات الأمم المتحدة بأنهم قد يموتون من الجفاف؟ لا بالتأكيد، يعني هم مستمرون، الإسرائيلي مستمر بهذه الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني، لكن بالتأكيد لا يستطيع أو لا يتوقف إلا عندما يتحرك هذا العالم. والعالم لا يتحرك إلا إذا وجد جدية بأن دخول المحور الإقليمي في المنطقة سيدخل في هذه الحرب، وهم يخشون ذلك. يعني يخشون كثيرا من دخول حزب الله ومحور المقاومة دخول هذه المعركة، لأنها ستتسع أكبر من قدرتهم وطاقتهم. عندها ربما يقف الإسرائيلي، أما طالما أن العالم يعني إذن هو ماضي في سياسة التجويع. نعم، لأنه لم يجد من يوقفه، لأنه لم يجد من يقول له كفى هذا الإجرام، لأنه لم يعني يجد العالم كله صامت، كله عندما يجد يعني الدعم اللامحدود من قبل الولايات المتحدة. نعم. بالتأكيد، وبعض الدول الأوروبية. يعني نتمنى السلامة لأبنائنا في قطاع غزة. كل الشكر لك دكتور رضوان قاسم، الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، كنت معنا.